مقتطف صوتي آخر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول عمل أعضاء الحكومة مع بعضها البعض. خلونا نسمع هذا المقتطف ونرجع نكمل الكلام. طبعا مع السادة الوزراء اللي تم تكليفهم بالانضمام للحكومة ان احنا بنضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع عشان نحقق فيه فعلا يعني كل الطموحات اللي كان دايما المواطن المصري بيأملها. ودايما كنت انا يعني انا على دايما على يعني اطلاع على كل ما بيصار في الشارع المصري والرأي العام المصري، يعني بحرص يوميا ان يعني اقرا كل التقارير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات الاخباريه، قنوات التلفزيون وبرامج الحواريه اللي بتتكلم. ودايما كان بيتقال يعني عايزين نشوف الصحه والتعليم ونشوف الاهتمام بيهم بصوره كبيره جدا.